السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. رجعنا لكم الإخوان. بالنسبة للحميمة طرات تبارك الله راه ما هبطوا، وإنما ماشي كل شيء. داك الطوبي المحروق راه باقي ما جاش، كيف قلنا الطوبي المحروق راه باقي ما جاش. ملي يبان هز معلي بزاف، هز معلي بزاف. وبالنسبه للخوت غير واحد القضيه، راه عزلنا هنا واحد ربعه ديال الشنيبرات، عزلناهم هما هادو، هما ثلاثه بعدا واحد راه دخل داخل. هاد الثلاثه هادو يلا عزلناهم، هاد الثلاثه يلا عزلناهم، ها هما ثلاثه. وواحد راه هو هنايا، واحد راه كاين هنايا، ها هو، ها هو سيف بيض الله مبارك، ها هو دفلي محروق، هذا سيف بيض، هذا يلا عزلناه اليوم والحمد لله والشكر لله. بالنسبه للطوبي محروق في النار ما جاش، ونتمنوا الخير كاع الناس اللي بدات، الناس كاع الموالي اللي بداو كيطريطيو، نتمنوا لهم الخير. دابا راه برا الشيشان وسير نيشان، يلا اللي عنده شي طريطمون جي وليدات، اجي اجي ودخلوا لهنا، هذه هي الشجنه ديالكم، دخل اجي انت، اجي دخل، دخلوا وليدات دخلوا، ونتمنوا الخير والتيسير الجميع الخوت ان شاء الله. زيد اولدي زيد سير، حنا من ناحيه التريتمون الخوت راه باقي ما درنا حتى شي حاجه، باقي ما وجدنا، زعما نقولوا راه موجدين الدواء ولا باقي ما قتانينا حتى شي حاجه. ونتمنوا الخير ان شاء الله. يعني هو الدواء راه ضروري، عندك التريكومونس لاباري ريسبيراتوار و والباراتيفوز هادو راه ضروري من الضروريات ان شاء الله. هادشي اللي كاين، الحميمات راه باقيين طايرين شي بعضين، كاينين بعدا شي ثلاثة على حساب الحساب، راني حسبت حسابي. كانت شي حاجة اللهم بارك، نتمناو الخير. كانت شي حاجة ضاعت راه ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كاين. الحميمات راه باقيين شي ثلاثة وأربعة اللي باقيين اللي بانوا ليا طايرين، ونتمناو الخير. واحد المولوع كان قال لي ورينا الشنيبرات، الشنيبرات ديال ديك النتوة ديال العصام اللي كان هدا الأخ حافظ، تحية لخويا حافظ من هاد المنبر. راك بديتي طريطي يا خي حافظ، هاهما الشنيبرات هما هادو الخوت، هاهما في الطاجين ناعسين، باهم راه زهق ليا، مشى للبحر. وبالنسبة للطفراخ راه صافي حبسنا، كيف كتلاحظو كلشي حبس. هادي اللي ما فهمتهاش واش بغات تبيض ولا شتا، هادي انما كلشي غادي تعزل ان شاء الله، ما بقى لا بيض لا والو. يلا كاين وليد هنا الخوت هو اللي كاين، هادو راه ما حرمناهمش، كانوا بيضوا، راه بيضه هي خاويه وبيضه عامره، هادو ما حرمناهمش. هادو هادي النتوه ديال البطل منصف بن درويش، هذا هو ولدها، ها انتم الفيتاس ودمي فو شتو، هذا ولدي يلا خرج البارح، هذا يلا خرج غير البارح، خليناهم يوكلوه. اي كبروا لي هاد الود البيضه الاخرى، راه ما ها هي فيها القشره ديال البيضه هادي، هاد البيضه هادي راه خاويه، هادي راه خاويه، هادي القشره ديال الولد فاش خرج دخلت في هادي، هاد البيضه راه خاويه. صافي هادشي اللي كاين، وكلشي راه حابس. كاين هنا واحد الجوليدات ها هما فين متكيين هنا، اللي كاينين جوج بيضات الاخوان، هادو راه كنت باغي ناخذ من هاد الجوجه، كنت قلت ضروري ناخذ من هاد النتوه هادي الصبليوني ديال البطل الونسو، وتحيه الونسو. هاد النتوه الطوبيه ها هي اللي على برا، وذكر ها هو الطوبي راه هو، اللهم بارك، جوجه في المستوى الرفيع ان شاء الله، نتمنوا الرفيع. وبالنسبه لدوك الوليدات راه هما اللي القنطرة ولاد هاد الذكر مع النتوه ديال الاخر. صافي هادشي اللي كاين. هادو هما الجوج اللي قلنا فيهم البارا ولاد هاد البرتغال، هادو راه غادي نحيدهم وندبحهم. وهنا راه كاين تحت كاين الهولندي ووليداته، هادشي اللي كاين. وانا ما نطولش عليكم الخوت، نتسناو الحميمه يبانو، الا بغاو يبانو، ما بغوش يبانو نمشيو بحالنا. وبالنسبه للحميمات ديال الاخ مهدي ها هما كيف كتلاحظوا هنا الخوت، حنا عزلناهم لهنا، درناهم في كرطونه هما هادو، درناهم في كرطونه ان شاء الله، وغادي يجي لهم دابا. وكيف قلت لكم الله يجازيكم بخير، اللي عرف هاد بايتريل اش كيصلح 100% يرد علينا. هاد بايتريل هذا راه فيه 2023، راه باقي جديد، باقي جديد الخوت 2023. وتحية لخويا المهدي، ها الحميمات ديالك اخي المهدي، يلا والسلام عليكم ورحمة الله. ما نساش نطول عليكم الخوت، حنا كنتسناو الحميمات، مازال كنتسناو الحميمات يجيو، راه باقي لحد الساعة ما بانوش.
حنا جالسين الدكوره راه باقي ما كلاوش. ها هي هبطت نتوما دخلات ندخلوا هاد النتيوا هادي. شوف الجماليه الخو، شوف الجماليه نتناو فيها الخير. هادي راه اخت المسخوطه من الاب ومن الام. ها هي اخويا هادي راه اخت المسخوطه اللي عندك خي اسماعيل. خلي دخلي دخلي غنخرجوا الدكور دابا ياكلوا. راني حاطين لهم الثوم انا تبارك الله. راه صفيه غاده الخوت في احسن الظروف. صفيه راه الحمد لله كيف كتلاحظوا، شوف هذا الدكر، هذا راه ولد هذاك الدكر اللي في داك الطوبيل اللي لهيه. اللهم بارك، راه غاده في احسن الظروف. ها انتم الذكور راه غادي تبارك الله. هذا راه دكر، هذاك راه هو اللي الفوق، هذاك راه مقول بني عند بالي واش نتوما، راه هو اللي فوق سبوتنيك باغي يدخل مزيان، يدخل يبقى واحد معاهم. هذاك راه ذكر، هذيك اللي طقطقه اورانج وليني راه ذكر، هذاك ماشي نتوما. كيف كتلاحظوا الحميمه تاهما كياكلوا. زيد دخل دخل دخل. ها هو دخل، هذاك غادي نعقل عليه نحيد ليه ديك الطقطقه لانه ذكر. هذيك اللي الفوق نتوما، هذيك تدخل ندخلها عند نتاوي. هي غتدخل. ها هو حطوبي، ها هو الطوبي محروق جا. الطوبي هو فوق الدار الخوت. الطوبي هو بان ليا داز هكا، الطوبي محروق. ونتمنوا الخير، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. واحد الحموميه واحد الحمامه شتوها الخطره، يا هي في الخوت نتاعي. هذه حمامه ماشي ديالي، هي بحال خلويه، هذه راه بحال زيتيه ولا ما عرفت شنو، خلويه اللي يمكن ماشي ديالي ديك الخلويه. نجري على ما غتجيب لنا غير المرض، والله الا غتجيب لنا المرض. انتي وهبطات ندخلوا ان شاء الله عند الانات. خليكم معنا الخوت. راه كنا صورنا واحد الفيديو، راه التليفون ولا كيحمق عندي الاخوان والله العظيم. صورنا فيديو فاش جيت باش نمونطيه كنلقى فيه السماطيك وحل في الجناب، يعني الفيديو مقلوب. صافي لقيت الفيديو مقلوب وانا نمسحو، قلت والله تنطلع وندير خوتي فيديو اخر ان شاء الله. واخا ما ولعتكمش النتاوي باش كانوا طايرين، لان الفيديو اللي مسحت كانوا فيه النتاوى طايرين، وتبارك الله فين كانوا معليين. اللهم بارك وزيد في ذلك. ونتمنوا الخير هذا السنه، هذا نتمنوا غير نشطوا هادشي اللي كاين. والله خليكم معنا وبالتوفيق للابطال ديال الديربي ديال كازابلانكا. بالتوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه خويا فخر الدين. الله يسخر لك اخي فخر الدين هاد السنه، هذا نتمنوا لك الخير والتيسير لكل جميع ان شاء الله. والله ما يسير الجميع والخوت. نخليكم على هاد النبرات كيف كنقول دائما وابدا. والسلام عليكم انا الخوت، اني احبكم في الله. وتحيه الاخوان جميعا، تحيه لولدي الياس الكازاوي، الياس الكازاوي الاب ديالك عنده 06 99. وتحيه لخويا بونير مخلص وخويا جواد، وتحيه لخويا مصطفى الاص. هاي الحبيبه، هاي الخوت، هادي هي نتيوا الجميله ديالي. هادي راه خدت هاديك النتوى اللي عطيتك اخويا المهدي سيوفا بويد، راه هادي اختها من الاب ومن الام. غير هادي لعبات، وهاديك اللي عندك ما لعبات. لا لعبات هاديك اللي عندك، هادي وصلت حتى لبكره، الاخرى ما وصلتش لبكره. هادشي اللي كاين. وليداتها راه كاينين وليداتها هنا، راه عند هادي بنتها، راه دايره الدبلوم بنتها، بنتها راه دايره الدبلوم تبارك الله. اللهم يسر لنا ولكم، والله يسخر الجميع ان شاء الله. كيف كتلاحظوا وبالشفاء خويا البشير، الله يجيب لك الشفاء. وتحيه لخويا جهاد، الله يسخر لك انت في حميمات. تحيه للاخ سمير حتى هو كذلك ومثال. رجعنا لكم الاخوان. بالنسبه للحميمات راه تبارك الله راه ما هبطوا، وانما ماشي كلشي. داك الطوبيل المحروق راه باقي ما جاش، كيف قلنا الطوبيل المحروق راه باقي ما جاش. بلي هز معلي بزاف، هز معلي بزاف. وبالنسبه للخوت غير واحد القضيه، راه عزلنا هنا واحد ربعه ديال الشنيبرات، عزلناهم هما هادو هما ثلاثه بعدا، وواحد راه دخل داخل. هاد الثلاثه هادو يلاه عزلناهم، هاد الثلاثه يلاه عزلناهم، ها هما الثلاثه. وواحد راه هو هنايا،
واحد راه كاين هنايا، ها هو، ها هو سيف بيض الله مبارك، ها هو دفلي محروق، هذا سيف بيض، هذا يلاه عزلناه اليوم، والحمد لله والشكر لله. بالنسبة للطوبي محروق قلنا راه ما جاش، ونتمناو الخير كاع الناس اللي بدات، الناس كاع الموالي اللي بداو كيطريطيو، نتمناو لهم الخير. دابا راه برا الشيشان وسير نيشان، يلاه اللي عنده شي طريطمون جي وليدات، اجي ودخلوا لهنا، هادي هي الشجنه ديالكم، دخل اجي انت، اجي دخل، دخلوا وليداتي دخلوا، ونتمناو الخير والتيسير للجميع الخوت ان شاء الله. زيد اولدي زيد سير، حنا من ناحيه التريتمون الخوت راه باقي ما درنا حتى شي حاجه، باقي ما وجدناش زعما نقولوا راه موجدين الدواء ولا باقي ما قنا قتانينا حتى شي حاجه، ونتمناو الخير ان شاء الله. يعني هو الدواء راه ضروري، عندك تريكومونس لاباري ريسبيراتوار و الباراتيفوز هادو راه ضروري من الضروريات ان شاء الله. هادشي اللي كاين، الحميمات راه باقيين طايرين شي بعضين، كاينين بعدا شي ثلاثه على حساب الحساب، راني حسبت حسابي، كانت شي حاجه اللهم بارك، نتمناو الخير، كانت شي حاجه ضاعت راه ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي كاين، الحميمات راه باقيين شي ثلاثه واربعه اللي باقيين اللي بانوا لي طايرين، ونتمناو الخير. واحد المولوع كان قال لي ورينا الشنيبرات، الشنيبرات ديال ديك النتوه ديال العصام اللي كان هدا الاخ حافظ، تحيه لخويا حافظ من هذا المنبر. راك بديتي طريطي يا خي حافظ، هما الشنيبرات هما هادو الخوت، هما في الطاجين ناعسين، باهم راه زهق ليا، مشى للبحر. وبالنسبه للطفراخ راه صافي حبسنا، كيف كتلاحظوا كلشي حبس، هادي اللي ما فهمتهاش واش بغات تبيض ولا شتا، هادي انما كلشي غادي تعزل ان شاء الله، ما بقى لا بيض لا والو. يلا كاين وليد هنا الخوت هو اللي كاين، هادو راه ما حرمناهمش، كانوا بيضوا، راه بيضه هي خاويه وبيضه عامره، هادو ما حرمناهمش. هادو هادي النتوه ديال البطل منصف بن درويش، هذا هو ولدها، ها انتم الفيتاس ودمي فو، شتو هذا ولدي، يلا خرج البارح، هذا يلا خرج غير البارح، خليناهم يوكلوه، اي كبروا لي هاد الود البيضه الاخرى، راه ما ها هي فيها القشره ديال البيضه، هادي هاد البيضه هادي راه خاويه، هادي راه خاويه، هادي القشره ديال الولد فاش خرج دخلت في هادي، هاد البيضه راه خاويه. صافي هادشي اللي كاين، وكلشي راه حابس، كاين هنا واحد جوج وليدات هما فين متكين هنا، اللي كاينين جبيضات الاخوان، هادو راه كنت باغي ناخذ من هاد الجوجه، كنت قلت ضروري ناخذ من هاد النتوه هادي صبليوني ديال البطل الونسو، وتحيه الونسو، هاد النتوه الطوبيه ها هي اللي على برا، وذكر ها هو الطوبي راه هو، اللهم بارك، جوجه في المستوى الرفيع ان شاء الله، نتمناو الرفيع. وبالنسبه لدوك الوليدات راه هما اللي لقنت، راه ولاد هاد الذكر مع النتوه ديال الاخر. صافي هادشي اللي كاين، هادو راه هما جوج اللي قلنا فيهم البارا، ولاد هاد البرتغال، هادو راه غادي نحيدهم غندبحهم، وهنا راه كاين لتحت كاين الهولندي ووليداتو، هادشي اللي كاين. وانا ما نطولش عليكم الخوت، نتسناو الحميمه يبانوا، الا بغاو يبانوا، ما بغوش يبانوا نمشيو بحالنا. وبالنسبه للحميمه ديال الاخ مهدي، ها هما كيف كتلاحظوا هنا الخوت، حنا عزلناهم لهنا، درناهم في كرطونه، هما هادو درناهم في كرطونه ان شاء الله، وغادي يجي لهم دابا. وكيف قلت لكم الله يجازيكم بخير، اللي عرف هاد بيتري لاش كيصلح 100% يرد علينا، هاد بيتري هذا راه فيه 2023، راه باقي جديد، باقي جديد الخوت 2023. وتحيه لخويا المهدي، ها الحميمات ديالك اخي المهدي، يلا والسلام عليكم ورحمه الله. ما نساش نطول عليكم الخوت، حنا كنتسناو الحميمات، مازال كنتسناو الحميمات يجيو، راه باقي لحد الساعه ما بانوش، حنا جالسين الذكوره راه باقي ما كلاوش، ها هي هبطت النتوه دخلات، ندخلوا هاد النتيوه هادي، شوف الجماليه الخوت، شوف الجماليه، نتمناو فيها الخير. هادي راه اخت المسخوطه من الاب ومن الام، ها هي اخويا، هادي راه اخت المسخوطه اللي عندك خي اسماعيل، دخلي دخلي دخلي، غنخرجو الدكور دابا ياكلو، راني حاطين لهم الثوم، انا تبارك الله راه تصفيه غادا الخوت في احسن الظروف، تصفيه راه الحمد لله. كيف كتلاحظوا شوف هاد الذكر، هذا راه ولد هذاك الذكر اللي داك الطوبي اللي لهيه، اللهم بارك، راه غادا في احسن الظروف. ها انتم الذكور راه غاديين تبارك الله، هذا راه ذكر، هذاك راه هو اللي الفوق، هذاك راه مقول بني،
عند بالي واش نتوما راه هو اللي فوق سبوتنيك باغي يدخل مزيان يدخل يبقى واحد معاهم هذاك راه ذكر هادير لي طقطقه اورانج وليني راه ذكر هذاك ماشي نتوما كيف كتلاحظوا الحميمه تا هما كياكلوا زيد دخل 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 ها هو دخل هذاك غادي نعقل عليه نحيد ليه داك الطقطقه لانه ذكر هذيك اللي الفوق نتوما هذيك تدخل ندخلها عند نتاوي هي غتدخل ها هو حط الطوبي هو الطوبي محروق جا الطوبي هو فوق 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 الدار الخوت الطوبي هو بان ليا داز هكا الطوبي محروق ونتمنوا الخير خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا واحد الحموميه واحد الحمامه شتو الخطره يا هي في الخنتاي هذه حمامه ماشي ديالها هي بحال خلويه هذه راه بحال زيتيه ولا ما شنو خلويه اللي يمكن ماشي ديالي ديك الخلويه نجري على امها غتجيب لنا غير المرض والله الا غتجيب لنا المرض انتي وهبطات ندخلو ان شاء الله عند الانات خليكم معنا الخوت راه كنا صورنا واحد الفيديو راه التليفون ولا كيحمق عندي الاخوان والله العظيم صورنا فيديو فاش جيت باش نمونطيه كنلقى فيه السماطيك وحل في الجناب يعني الفيديو مقلوب صافي لقيت الفيديو مقلوب وانا نمسحو قلت والله تنطلع وندير خوتي فيديو اخر ان شاء الله واخا ما ولعتكمش في النتاوي باش كانوا طايرين لان الفيديو اللي مسحت كانوا فيه نتاوى طايرين وتبارك الله فين كانوا معليين اللهم بارك وزيد في ذلك ونتمنوا الخير هاد السنه هذا نتمنوا غير نشطوا هادشي اللي كاين والله خليكم معنا وبالتوفيق للابطال ديال الديربي ديال كازابلانكا بالتوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه خويا فخر الدين الله يسخر لك اخي فخر الدين هاد السنه هذا نتمنوا لك الخير والتيسير لكل جميع ان شاء الله اللهم يسر جميع الخوت ونخليكم على هاد النبرات كيف كنقول دائما وابدا والسلام عليكم انا الخوت اني احبكم في الله وتحيه الاخوان جميعا تحيه لولدي الياس الكازاوي الياس الكازاوي الاب ديالك عنده 06 99 وتحيه لخويا بونير مخلص وخويا جواد وتحيه لخويا مصطفى الاس هاي الحبيبه هاي الخوت هذه نتيوا الجميله ديالي هادي راه خدت هاديك النتوى اللي عطيتك اخويا المهدي سيوف ابو يد راه هادي اختها من الاب ومن الام غير هادي لعبات وهاديك اللي عندك ما لعباتش لا لعبات هاديك اللي عندك هادي وصلت حتى بكره الاخرى ما وصلتش لبكره هادشي اللي كاين وليداتها راه كاينين وليداتها هنا راه عند هادي بنتها راه دايره الدبلوم بنتها راه دايره الدبلوم تبارك الله اللهم يسر لنا ولكم والله يسخر الجميع ان شاء الله كيف كتلاحظوا وبالشفاء خويا البشير الله يجيب لك الشفاء وتحيه لخويا جهاد الله يسخر لك انت في حميمات تحيه للاخ سمير حتى هو كذلك ومثال واحد الذكر وعاد جا تحيه لخويا سمير كيف قلنا خويا مصطفى الاس وخويا عبد الجبار وهذه غادي نشدوها وغادي ندخلوها هي شديناها غندخلوها للشجنه هذه ديال البروديكسيون هادي راه دابا التوت الهولندي التوت ديال الهولندي هي هادي هانتوما الخوت عاد نعزلو التيوات اللي داخلين لينا هنايا راه كاينين شي تيوات هبطو دخلو حيت ما كانوش باغيين يدخلو عاد غادي نعزلوهم ان شاء الله شوف الجماليه الخوت راه كلشي غادي على ما يرام الحمد لله والشكر لله كلشي زين كلشي زين الحمد لله يلا الخوت ما نطولش عليكم واني احبكم في الله والله على ما اقول شهيد ونتمنى لكم الخير والتيسير جميعا اينما كنتم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.